هاي معكم جنان من سنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بماراثون وومنز ريس لدعم المرأة بالمجتمع. خلونا نشوف شو بيتضمن هالماراثون. أنا اشتغل الماراثون حتى لي جرب شي جديد، لأني قبل ما جربته وجيت ساعد أمي وحتى لي أكون شي جديد بهالحياة. اليوم أنا جيت على الماراثون عشان أركض وركضتها كله. بصراحة أنا جيت اليوم على الماراثون منشان انبسط وما حبيت أركض، لأنه يعني إنه بحب هالأجواء، إنه شوف العالم عم تركض وعم تتعب وعم تربح. عشان بدنا نربح. أهمية المرأة إنه توصل على خط النهاية، هيدا بالنهاية مبدأنا، إنه كان بالرياضة أو للحقوق يلي عم تركض لأجلها. وأهمية بناء الجسور ما بين لبنان والبلدان العربية، لأنه كلنا عم نحمل نفس القضية. أنا كسيدة كمان قضيتي هي مثل أي قضية امرأة بالعالم العربي، فأنا بدي أركض لصحتي، لأعرف كيف بدي ربي أولادي من خلال العقل السليم بالجسم السليم. بنفس الوقت أنا بشكر السيدات البرلمان العرب اللي كانوا اللي موجودين معنا بقوة اليوم، وصوتهم رح يوصل من خلال الركض، من خلال المؤتمرات اللي عم يعملوها. وأنا أؤمن إنه بالنهاية لما الإنسان بيسعى بده يوصل. أنا بشكركم لحضوركم معنا اليوم كمان. بدي اعمل سبور وقوي عضلاتي يصير اقدر احمل اشياء ويصير مني ويصيرها قويه. انا لانه عشان اكون كتير قويه وكون قادره انه اركض اكتر واتقدم بالسبور. ركضنا فرجة ان المراه قويه وحدها دايما قويه، وركضنا 10 كيلومتر. أنا شاركت بالماراثون لأنه أنا بدي أوصل. أنا مرشحة على الانتخابات النيابية على المقعد الإنجيلي. أنا العميد دلال رحباني، وجيت لحتى أركض وساعد العم يركضوا أدعمهم حتى بلكي نوصل. وإذا وصلت أنا رح أقول لكل مواطن لبناني حقك خده ما تدفع حقه. كان ماراثون يعني يثبت انه المراه العربيه هي فين، هي يعني عندها نفس الهموم ونفس التحديات، والان في هذا اليوم هي رفعت هذا التحدي من اجل ايصال صوتها لكل العالم انها تريد المناصفه السياسيه وتريد يعني حقوقها كامله في الوطن العربي. أساس المجتمع وأمنا وأختنا. كانت معكم جنى من سنابل نيوز.